تعرضت خبيرة التجميل والإعلامية أسماء شريف منير، وهي ابنة الفنان شريف منير، لهجوم كبير جدا من متابعيها عبر حسابها على الفيسبوك بعد انتقادها للشيخ الجليل محمد متولي الشعراوي ووصفه بالمتطرف، لتنهال عليها التعليقات. كانت البداية مع نشر أسماء شريف منير منشور على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث سألت متابعيها عن اسم الشيخ أو داعية ممكن أن تتابعوا، قائلة: صباح الخير، عايزة أخد رأيكم في حاجة. بقالي كتير مش عندي ثقة في أغلب الشيوخ، كتير منهم مدعيين يا متشددين قوي يا خالتين الدين بالسياسة. نفسي أسمع حد معتدل محترم، معلوماته مش مغلوطة. لسه في حد كده؟ وجاء الرد من أحد المتابعين مقدما لها النصيحة بمتابعة دروس فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي وتفسيره للقرآن، لترد عليه كاتبة: طول عمري كنت بسمعه زمان مع جدي الله يرحمه، وما كنتش فاهمة كل حاجة. لما كبرت شفت كام فيديو ما صدقتش نفسي من كتر التطرف، كلام فعلا عقلي معرفتش استوعبه، حقيقي استغربت. حيث جاءت ردود المتابعين لها ولمنشورها قاسية جدا كالتالي: ما بقاش إلا العاهرات اللي يقولوا على الشيخ الشعراوي متطرف، روحي للشيخ ميزو، مش عارف أقول إيه، بس الحق مش عليكي، الحق على شريف منير، عشان لو كان علمك صح ما كنتش هتقولي كده على الشعراوي إنه متطرف. وأضاف البعض: معلش كان لازم يحللولك الرأس والعرى والوشم والغناء عشان يكون كويس، ربنا يهديك ويشفيك. ورد شخص آخر: والله شيخنا مش متطرف يا بتاع، انتي خليكي في الهلس والغنى بتاعك. يذكر ان أسماء شريف منير تشارك والدها شريف منير في تقديم برنامج انا وبنتي، الذي يناقش كل حلقة احدى الموضوعات التي تتناول الفرق بين الاجيال من خلال مجموعة من الضيوف المختلفة.